الشأن القضائي عامين سجن الرئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بعد خرقه لقانون التصرف في الأرشيف وقانون حماية المعطيات الشخصية وإخلاله بالقسم اللي أداه وتعهد فيه باحترام القانون، خاصة وأنه ما يتمتعش بالحصانة كما نواب المجلس التأسيسي. تحديد مدة العقوبة مش صدر مني وإنما هو تصريح الأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الجوهرة أفهم في تعليق على إصدار رئاسة الجمهورية للكتاب الأسود.